مرحبا. زي ما كل الناس قاعدة بتحكي لك روح اركاب بلش اشتغل فريلانسر، والفريلانس هو عمل المستقبل وهو المطلوب والدنيا كلها دابة عليه. انا اليوم جاي احكي لك ايش هي مساوئ اصلا انك تشتغل as a freelancer. شوف، من انا بلشت الموضوع وقلت لك ان انا جاي انكد عليك واحكي لك عن مساوئ العمل الحر او مساوئ انك تشتغل كفريلانسر، فخلينا نبلش وما اطول عليك كثير. اول نقطة من هاي المساوئ انه هو صعب وكثير طويل، انك انت راح تعمل كل اشي بايدك. النقطة الثانية اللي بدي احكي لك اياها انه مش شبه العالم الوردي اللي بتشوفه على الفيسبوك، الشخص اللي قاعد على البركة وصاحبه او صاحبته معاه عنده على البركة وماسك شغلة قاعد بشربها هي شبه العصير، بس احنا ما بنعرف شو هي اصلا، ومعاه لابتوب سبحان الله ووتر بروف، والبركة اصلا هي انفينيتي بول مطلة على عالم جدا جميل. انت عمرك ما راح تشتغل وانت قاعد في بركة. رقم ثلاث، انت لما تشتغل في وظيفة في مدراء وفي بزنس ديفلوبمنت مانجرز وفي ناس بتروح بتجيب الشغل، لما تشتغل فريلانس فانت اللي بدك تسعى، وصعوبة انك تحصل على عملاء جدد انت ما ممكن تتخيلها، خاصة في بداية مسيرتك الجميلة الوردية كفريلانسر. رقم اربعة، دوشة ارضاء عميلك او زبونك وراح يأكل راسك ويأكل راس اهلك وهو يغير في الف اشي لانك انت فريلانسر، فهو يعني يؤمن بانه هو لما يحكي له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، بحكي له انه اول ما بلشوا يشتغلوا فريلانسرز. هذا الجواب. رقم خمسة، احتمالية النصب كثير عالية والدوشة والازعاج في انك انت تسعى حوالين تحصيل الاتعاب واللي حيحسسوك اصلا انه بتمننوا عليك او انك انت بتشحد منهم. رقم ستة، معلم، اوقات عمل غير محكمه وانت مش قادر تحكمها لانك انت بدك تشتغل وتخلص الشغل اللي عليك، بدك تجيب غيره، بدك تشتغله، مرات تجيك الف مليون مشروع مع بعض، بدك تشتغلهم كلهم مع بعض وتخلصهم كلهم مع بعض عشان تاخذ مصاريهم كلهم مع بعض، فانت توقع في مصيده العمل اللي بدون وقت محدد لانه انت قاعد تشتغل لحالك وما في شيء يحددك في الشغل. كل ما اشتغلت اكثر بتنجز اكثر، فبتاخذ فلوس اكثر وبيجيك مشاريع اكثر، فحتاكل هوا. رقم سبعة، يا زلمة معقول هالقد بكلف؟ اعمل لنا خصم، حبايبك احنا، زباينك احنا، وبتنزل في مكان تصير تشتغل باسعار زهيدة جدا جدا، يعني قليلة جدا، اقل من ما انت بتستحق، وللأسف مرات تضطر انك انت تعمل هيك، واذا عملت هيك فهتعلق في هذا المكان وبهذا الليفل من الاتعاب، فدير بالك تعمل هيك. اخ يعني مش عارف كيف احكي لك، ما احلى الشعور لما تسجل بارت كامل من الفيديو ويطلع ما في صوت وترجع تعيده، بعدين تعمل تست بالأول يطلع في صوت على التست، ترجع تعيد البارت الكامل يطلع ما في صوت، تقرر تروح تتعشى وتزبط أمورك كذا وترجع تكمل الفيديو. 2000 years later. فاللي بدي أحكي لك يا أنه النقطة رقم 8 من مساوئ أنك أنت أصلاً تشتغل كفريلانس هي الأحراج من الأصحاب والمعارف والناس اللي بتقرب لك، وابن خالد فلان وابن علان، ومعقول يا زلمة بدك تاخد مني أنا فلوس حبيبك؟ أنا كل اللي بدك تسويهم 3-4 كبسات يا زلمة. يا حبيبي مش 3-4 كبسات، أنا إلي 30-40 سنة قاعد بتعلم أسوي فيهم. النقطة رقم 9 يا معلم، واللي بتحكي لك إنه صعوبة إنك أنت تلزم حالك إنك تقعد وتشتغل كل يوم من الساعة كذا للساعة كذا، بحكم إنه أنا فريلانسر وأنا ملك نفسي وأنا مدير وقتي وأنا وأنا، وبتدخل في الحيط يا معلم بالآخر. فدير بالك إنه هذا الموضوع إنك أنت تتعلق فيه كثير بطل تسيطر على أوقاتك. والنقطة رقم 11، يس حطيت لك 10 لأنه ما عندي أصلاً 11 إصبع، إنه مرات مصاريف البداية بتكون عالية بالنسبة لبعض الأشخاص اللي بنبلشوا في شغل الفريلانس. كواحد بده يبلش مثلاً في مجال التصوير، الكاميرا والعدسات أسعارها عالية، فناس ممكن تشوف إنه هذه البداية في هذا المجال كثير صعب بالنسبة لهم. واحد بيشتغل أنيميتر أو فيديو بروديوسر، إنه يجيب كمبيوتر يتحمل الشغل اللي هو بده يسويه يمكن بالنسبة له إكسبنسز كثير تكون عالية، فهذه واحدة من الأوقات اللي ممكن تكون من المساوئ إنك أنت ممكن تقدر تبلش as a freelancer. والنقطة رقم 12، التعليم
المستمر، بدك تظلك طول عمرك شغال، تعلم في حالك، تعلم في حالك، شو نزل تكنولوجيا جديده، شو نزل برنامج جديد، شو نزل ترند جديد انا بدي اضل لاحق وراها، لانه انت لازم تضلك احسن واحد وامهر واحد في الكوكب في مجالك، ولا في غيرك كثير ناس راح ياخذوا مكانك. وهذا الشيء فعليا راح يعرضك لقرارات مصيريه، انه في انواع مشاريع جديده ممكن تيجي انت ما بتعرف تشتغل فيها، او يمكن ما اشتغلتها قبل هيك، او ما بتحب تشتغل فيها، هل اخذها ولا لا؟ ومرات راح تضطر تاخذ قرار بس لانه انت محتاج تاخذ الشغل، لانه محتاج انكم لشغله معينه عندك، وانت محتاج الفلوس اللي راح تيجي من وراء هذا الشغل. والنقطه رقم 13، بما انه رقم 13 كثير ناس تحكي انه هو رقم سوء الحظ، بحب احكي لك انه ما في استقرار في شغل الفريلانس. يوم في مشروع وعشرة لا، الا اذا انت عاد سفاح وكل الكوكب بركض وراك عشان يشتغل معك في الشغله الفلانيه، وانت ما في حدا زيك، انت الوحيد، يعني ربنا خلقك وانكسر القالب، ففعليا ما في استقرار في الفريلانس. في النقطة رقم 14، نقطة صراحة أنا استنتجتها من بنات أفكاري، هم صحيح بيغلبون كثير بنات أفكاري، بس يعني بضلهم بنات مش مشكلة. معلم، لازم تختار مجال عمل في الفريلانس يوفر لك دخل تقدر تعمل منه ادخار لحتى يصرف عليك في أي وقت أنت بتحتاج فيه هذا الفلوس أو هاي الفلوس، خصوصا أنه ممكن يصير مرة ثانية مثلا كورونا، أو ممكن يصير إشي ثاني من الصين، من اليابان، من أمريكا، من أي دولة بتخزي من هاي الدول، فأنت ما يوقف شغلك، مهم أنه يكون شغلك الحر أو الفريلانس اللي أنت بتعمله مرن لدرجة أنه ما يتأثر بهاي الجوائح وهذه المصائب اللي ممكن تصير. رقم 15 هي إيش إحنا بنحفظه حفظ، أنه أنت لما تبلش تشتغل أزا فريلانسر، اختار مجال أنه أنت ليتر أنت تقدر تكبر وتكبر وتكبر وتكبر، ويصير في عندك شركة وتحتك تيم يشتغلوا، وأنت تحط إجر على إجر، وتروح نفس البركة اللي بدك تقعد عليها، اللي راح يكون البيو تبعها كثير حلو وبجنن، وتكون كاسة العصير وحبيبتك أو صاحبتك أو صاحبك قاعد جنبك في البركة، والفلوس قاعدة بتزيد في رصيدك، وهذا اللي بسموه الباسيف انكم اي ثينك، اللي هو انت بتشيك فلوس من غير ما تسوي ولا شيء، وهذا هو العالم الوردي اللي ما راح يصير، بس انت حاول انك انت تظلك دائما تسعى له. زي واحد مثلا عنده شقق وبيأجرها وهو مش فارقه عنده، عم بيجي فلوس من غير ما يتعب، واحد بأجر له الشقق وحط له سمسار بضل يأجر فيهم، وهو بضل يجي فلوس اخر كل شهر. او واحد عنده سيارات وبأجرها، السيارات عم تمشي وتشتغل وهو قاعد في الدار، وعم تجي له فلوس وهو مش عم بتعب في هاي السيارات. واحد مثلا عنده ويب سايت او عنده يوتيوب شانل او عنده بلوج او عنده انستغرام بيج او عنده اشي على الانترنت عم بدخل له دخل، وهو مش عم بيعمل كل المجهود المطلوب لحتى يجي كمية الفلوس اللي عم تجي هاي، فهذا اللي انت بدك توصل له من الفريلانس اللي انت بتعمله، لانه ليتر اون اذا ما وصلت لهون راح توصل لمرحلة من العمر انت مش قادر تتعلم اكثر، ومش قادر توصل وتواكب التكنولوجيا اللي عم تمشي والترندز اللي عم تطلع في المجال اللي انت عم تشتغل عليه، واللي في النهاية جيل الشباب راح ياخدوا مكانك، واكيد راح تطير انت من هذا المجال، وقتها لا حتلاقي شغل تشتغله، ولا حيجيك انكم، ولا حتدخر، ولا حتلاقي اصلا مصاري تصرفها على حالك وتاكل، وراح احنا نحتار بعد هيك شو بدنا نسوي معك. فارجوك اذا انت داخل على مجال الفريلانس، او اذا انت حابب تشتغل في الفريلانس، اوكي هو اشي منيح وخطة لطيفة ومستقبل واعد ان شاء الله بهمتك وبهمة الناس اللي ممكن انهم يشجعوك، بس دير بالك من هدول 15 نقطة اللي بيخزوا اللي انا حكيت لك اياهم ونكدت عليك فيهم، واكثر منهم يمكن 15 او 50 او 100 غيرهم انا ما شملتهم بهذا الفيديو، برضو ممكن يكونوا بيخزوا اكثر. حكيت لك انه هذا الفيديو راح يكون عشان ينكد عليك، دمبك على جنبك انت اللي حضرته للاخر، بس ان شاء الله انه يفيد اي حدا داخل على هذا المجال. انا حكيتهم عشان تديروا بالكم منهم، مش عشان ما تدخلوا على مجال الفريلانسنج. اذا انت زلمة بتعرف تشتغل بالفريلانس او حتشتغل بالفريلانس او عندك استعداد تدخل في هذا المجال، go ahead وبلش، وبالتوفيق، وبشوفك في فيديو جاي.